واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا بكم. نذكركم فقط فيما ذكرناه في حلقتنا السابقة، وهي الكلام عن أبي بكر الصديق في بطاقته الشخصية وفي فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي بيعته بشكل سريع مقتضب مختصر معتصر، وإن شاء الله تعالى سيكون التفصيل فيما سيأتي من الحلقات بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ووعدناكم أن نتكلم في هذه الحلقة عن تفسير أو وقوفا مع قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، نصره الله سبحانه وتعالى، وكان ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الهجرة مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر كما وعدناكم، سنتكلم عن هذه الآية وعن التثنية في حياة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول ستسمعون عجبا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا أقول هذا من باب الوعود الكاذبة، بل أقول هذا من باب الوعود الصادقة. إنكم ستسمعون عجبا في حال هذا الرجل، والذي من أجله نال هذه الكرامة وهذه المكانة عند الله وعند رسوله. هذا ما عندي، وأترككم في فاصل قصير ثم نسرد لكم ما يكون من حال هذا الرجل في تفسير هذه الآية، فإلى لقاء. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. تكلمنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ترى أين التثنية في حياة أبي بكر الصديق؟ إن التثنية في حياة أبي بكر الصديق في أمور كثيرة، يعينكم الله تبارك وتعالى العد. أولا، التثنية نجدها في حياة أبي بكر الصديق في الهجرة، وهو ظاهر الآية أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، فهو ثاني اثنين، لم يكن معهما ثالث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أتدرون مفهوم هذه الآية؟ أتدرون معنى إن الله معنا؟ أتتمنى أن يكون الله معك؟ أتتمنين أن يكون الله معك؟ كلنا نتمنى ذلك، أن يكون الله معنا. ذكر أهل العلم أن المعية من الله جل وعلا تكون على ثلاثة أضرب، ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي المعية العلمية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معهم أي بعلمه سبحانه وتعالى، وهذه لا فضل لأحد فيها، لأن الله مع التقي والفاجر، مع المؤمن والكافر، مع الجميع سبحانه وتعالى، مع الإنس ومع الجن، فالله مع الجميع سبحانه وتعالى. هذه معية علمية. المعية الثانية هي المعية الخاصة، وقيدها أهل العلم الخاصة بوصف،
أي تخص من اتصف بهذه الأوصاف. نقرأ جميعا قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. فكل من اتصف بهذا الوصف كان تقيا، كان محسنا، كان صابرا، فالله معه. وهذه تسمى المعية الخاصة بوصف. هناك المعية الثالثة، وهي المعية الخاصة بشخص، ويسميها بعض أهل العلم خاصة الخاصة، أو الخاصة بوصف باسم معين. ذكرها الله في كتابه العزيز في سورة طه، لما ذكر الله تبارك وتعالى نبيه موسى فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه، فوافقه الله على ذلك وأنه سيرسل معه أخاه. ثم قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما، معكما أنتما، إنني معكما أسمع وأرى. فلما قال الله لموسى ذلك اطمأنت نفسه هو وهارون، وذهب إلى فرعون وهو مطمئن النفس. لماذا؟ لأن الله معه سبحانه وتعالى، معه هو. طيب مع فرعون بعلمه، لكن مع موسى بنصره وتوفيقه وتأييده. ولذلك لما فر موسى من فرعون عندما أراد قتله، وقال أصحاب موسى ماذا؟ قالوا: إنا لمدركون، أي سيقتلنا فرعون. لماذا؟ لأن البحر صار أمامهم وفرعون صار خلفهم. ماذا يصنعون؟ قالوا: إنا لمدركون. قرأتم القرآن؟ تعرفون ماذا قال موسى؟ قال: كلا. ثم ماذا؟ إن معي ربي. فهذه المعية خاصة لموسى وهارون، إنني معكما، إن معي ربي سيهدين. وفعلا نجاه الله سبحانه وتعالى. هذه لم تذكر، أعني المعية الخاصة بشخص، لم تذكر إلا للأنبياء، وذكرت لأبي بكر الوحيد من البشر من غير الأنبياء الذي قال الله إنه معه. لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. مع أن كفار مكة على باب الغار واقفون، ومع هذا يقول: لا، معي أنا وأنت. هذه معية خاصة لأبي بكر الصديق.